في السياسة دائما تتجه القيادة الجديدة لحزب لافلان الاعتماد سياسة المهادنة وفتح باب الحوار أمام الفرقاء تمهيدا لمقتضيات المرحلة الانتخابية القادمة. متابعة في الموضوع في سياق تقرير عادل زيدي. اجتماعات ماراثونية يقوم بها الوافد الجديد على رأس أمانة حزب جبهة التحرير الوطني، فعودة الطبيب جمال ولد عباس في أوج الأزمة التي يعاني منها الأفلان من تجاذبات وانشقاقات بين القيادة يعول عليها من أجل تشخيص هذا المرض الذي ألم بالحزب، فلا تكاد تخرج تصريحات ولد عباس عن حيز لم الشمل والعودة إلى البيت لتجاوز الأزمة. هذه الإطارات ما نستغناش عليهم، وزياري راه معنا 100%، وفي الأيام المقبلة الأخيرة نعطيله ملفات وملف ويتعامل معايا مباشرة. أنا كنت سطرت نهار وكررتها اليوم وما نزيدش نكررها. كل ما يجري الآن في إطار الشرعي، في إطار القانون. القانون هي المؤتمر العاشر، اللجنة المركزية المنبثقة من المؤتمر العاشر وكل هياكل اللي يجي مرحبا به. سياسة لم الشمل الذي يقوم بها ولد عباس تستثني بالخادم هذا الأخير، عودته غير مطروحة في الوقت الراهن بسبب تصريحاته. علاش تلصقوا لي بالخادم الله يخليك؟ هذا راه جمال ولد عباس هو الأمين العام، سي مو الباترون. أنا هو الأمين العام، هاني نكلمهم كامل. دوك واحد تكلم معاه ويخرج لك خرجة أخرى، ما نزيدش نتكلم. وزير الصحة السابق والأمين العام لحزب الأفلان يسابق الزمن من أجل لم شمل الإخوة في بيت الحزب العتيد قبل الدخول في معترك التشريعيات التي قد تكون على غير سابقاتها.